بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي الكرام مشاهدي قناة ريغود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. النوم، النوم أمر حيوي لحياة الإنسان، فأنت تحتاج إلى النوم أكثر مما تحتاج إلى الطعام، فأنت تستطيع أن تنقطع عن الطعام فترة أطول من انقطاعك عن النوم. النوم أمر حيوي لتبدأ يومك بنشاط وحيوية، فما القدر الكافي لتستيقظ بنشاط دون أن تضيع وقتك في النوم؟ إن عدد ساعات النوم حسب العمر كالتالي: من الميلاد إلى 3 أشهر، عدد ساعات النوم المتوسط من 14 إلى 17 ساعة يوميا. من 4 إلى 11 شهرا، عدد ساعات النوم المتوسط من 12 إلى 15 ساعة يوميا. من سنة إلى سنتين، عدد ساعات النوم المتوسط من 11 إلى 14 ساعة يوميا. من 3 إلى 5 سنوات، عدد الساعات من 10 ساعات إلى 13 ساعة يوميا. من 6 إلى 13 سنة، عدد الساعات من 9 إلى 11 ساعة يوميا. من 14 إلى 17 سنة، من 8 إلى 10 ساعات يوميا. من 18 إلى 25 سنة، عدد الساعات من 7 إلى 9 ساعات يوميا. من 26 إلى 64 سنة، عدد الساعات من 7 إلى 9 ساعات يوميا. المسنون فوق 65 عاما، عدد الساعات من 7 إلى 8 ساعات يوميا. للتنويه فقط، فإن عدد ساعات النوم يختلف من شخص لآخر، والجدول السابق يتناسب مع شريحة كبيرة من البشر، علما بأن هذا الأمر يختلف حسب النشاط البدني والذهني للشخص، فمن الناس من يحتاج أقل ومنهم من يحتاج أكثر. ما يهم هو انتظام مواعيد النوم.